أكثر من 3 أشهر وبعد مرور عام كامل عليها، وما زالت محاولات المتربصين والمتضررين من التظاهرات تسعى للتأثير بكل الوسائل من أجل تشويه صورتها وإنهاء الحراك الشعبي، لكن بهمة الشباب الواعي والمثقف، وفي كل مرة يفوتون الفرصة عليهم. الثاني والعلوية وبعض سمعت تهجما الولد اي عليك تهجما عليه غلطان وحشر، رادن يسوون فتنة حتى الشباب تضربين حتى تتفلش هاي المظاهرة، رادن يسوونها فتنة. فأنا غطيت النظر، خذت اللي هناك دفعتين، خذت يمه بالسيطرة، أبو السيطرة وقف وياي. القوات الأمنية يعني تعاملت لا تعاملت ويانا قوات الأمنية، ووقفت وطردتهن بصورة صحيحة، وفلت الولد عنهن وما خلت أي واحد يضربون ولا واحد تهجم عليهم. الاعمال اللي تصير اكو ناس تستغل تظاهراتنا، تدز جماعه بيناتنا يستغلون هذا الشيء، دزونا ناس مندسه، دزونا ناس يعني تحب تعرف مسير التظاهرات، تظاهراتنا سلميه، احنا صامدين هنا باقين من يوم 25، اجينا ما نخاف من كل شيء، عفنا كل شيء، عفنا اهلنا، عفنا بيوتنا، عفنا اعمالنا في سبيل نحقق الريد وطن. التغيير، ومن خلال مواكبتها المستمرة استطاعت الوصول إلى مصادر أمنية خاصة أفادت باعتقال امرأة تقود خلية مكونة من عشرات الأشخاص مرتبطة بجهات إقليمية ذات نفوذ داخلي تقوم بأعمال بعيدة كل البعد عن منهج المتظاهرين السلميين. وشهادات المحتجين السلميين دليل على وجود مثل هكذا مجاميع ذات أهداف جهوية. عدد من المندسين من قبلهم وخصوصا بعض النساء التابعات لجهات مجهولة تقوم بالتهديد والابتزاز للنساء داخل ساعة فلكة الأحرار. نكرر شكرنا وتقديرنا هذه القوات، القوات الأمنية اليوم هي لحفظ أمن وأمان المتظاهرين السلميين في عموم العراق. ورغم العوائق ورغم المندسين الذين موجودين في كربلاء ومنهم من النساء الذين يغرون الشباب بالأموال، وأكو بيهم يروحون لمصدر العمال ينطون فلوس ياخذون العمال البسيطة، وأكو بيهم نساء ومعروفة هنا والقوا القبض عليها وهواي يعني وجيوش إلكترونية، بس مطالبنا ثابتة. سلميتنا أرعبتهم شعار اتخذه المتظاهرون منذ اليوم الأول لانطلاق انتفاضتهم ضد الفساد والمفسدين، وما زالت الاحتجاجات السلمية مستمرة والوعي حاضر معها وفي كل مكان وزمان. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.